الاولاد خلصوا من 10 سنين ال والله ما بنحزر عليهم هذول والله ما بنحزر عليهم يعني كل سنه شيء جديد تدريس ابدا ان شاء الله تضبطوا يعني احنا متوقعين ان شاء الله يتحسن وضع الطلاب يعني عندنا في الاردن ان شاء الله وزاره التربيه والتعليم توقف مع طلابنا ان شاء الله يوقفوا والله دائما هم بيحاولوا بس الاكيد طالما نظام عقليه الطلاب واهلهم نفس المستوى راح يظل الغش مستمر هم بيحاولوا هذه الاسئله كمان صعبه هذه الاسئله صعبه هو نظام التربيه هم بيراعوا بيحاولوا انهم يراعوا الفروق الفرديه بس ما ظنش الامور تمشي زي ما بدهم الطلاب لا بالفرق بين طالب وطالب بيختلف وحسب قدره كل طالب على حل الاسئله والاجوبه تبعتهم والله انا بتوقع انه ان شاء الله انها تزبطها ان شاء الله باذن الله باذن الله انا عندي ابني انا متوقع انه السنوات الجايه تكون احسن من السنه هاي والاسئله والامور لا هي ما دام المعدل التراكمي بيكون افضل من انه الماده الواحده هيك لا والضبط الغش هاي من ايام الثنيبات برايي الظلم دائما جاي على الزرقاء عما نقبل باقي المحافظات مثل مادبا معان الكوك ما راح يكون فيها الالتزام يعني بنسمع دائما عن حالات بتلاقي بنسمع في قريه في معان ولا الكوك عندهم اول شيء اللي هي الاقل حظا 10 علامات وفوق كل هذا بتلاقي انه الاهل بتعدوا على المراقبين وبفوتوا بحلوا يعني هون بصف الظلم علينا احنا الضبط مكان ومكان يعني في المحافظات الرئيسيه بتلاقي الضبط وماسكين وممنوع تليفونات وبشددوا كل شيء اما غاد بتلاقيها فالته بتلاقي انا ابن عمي المراقب وبدخل اخوي وبحل لي بنسمع عن هاي الحالات كثير فهون بصفي الظلم انه انا مثلا اروح ادرس اجيب 85 واحد في قريه ما درسش وحلل له واحد من برا جاب 85 واخذ الاقل حظا وصار 95 هو دخل تخصص اعلى مني ب 10 علامات واخذ اقل حظا واخذ جامعه احسن مني وهو مش دارس كمان هون لازم يكون في انصاف بس هون بتصفي القصه على الوزاره اللي كيف بدهم يلتزموا مع التعاون مع الامن العام لهم يقدروا يمسكوا القاعات منيح مش بقاعه يمسكوها وقاعه لا شوف هي حسب والله الاشياء اللي بتصير حاليا يعني كل فتره طلعوا لنا قرارات جديده واشياء جديده بيعملوها الوزاره وكل شيء وزي ما حكى يعني صاحبي انه يعني بعض محافظات بيختلف عن ضبط الامن يعني ممكن الاهالي يتعدوا ويفوتوا ويحلوا عن الطلاب وزي هيك بس يعني من جديد طلعوا قرارات كثير جديده انه ما ثبتوا لناش حديث القرار مثلا الحزم الحديث الان احنا مش عارفين حزم ولا ما في حزم طلعوا كثير قرارات على الفاضي يعني وزي ما حكوا فيش التزام غير بالزرقاء وعمان واربد انه هاي مشاكل انه لازم نلاقي لها حل.